الثامن من شهر كانون الأول من كل عام تحتفل الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 1854 بعيد أخوية الحبل بلادنس، الحبل الطاهر لسيدتنا مريم العذراء البريئة من كل دنس والنقية من كل شائبة والخالية من كل وصمة للخطيئة. وبهذه المناسبة المباركة ترأس سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن الاحتفال الذي أقيم في كنيسة سيدة السلام طريق المطار. عونه في الخدمة الأب إبراهيم نفاع المرشد العام للأخويات المريمية من مختلف الرعاية في المملكة، وبحضور الأخوات الفاضلات راهبات الوردية وعضوات أخوية الحبل بلا درس. وقد أحيت القداس جوقة الفرير جبل الحسين. وفي عظته تحدث المطران خضر عن فضائل أمنا العذراء وأهمية تجديد القسم والوعد لها بالاستمرار في الصلاة والخدمة والعطاء، طالبين من الله أن يمنح على الأشخاص والعائلات والبلدان نعمه ومحبته وبركته، وأن يعم السلام في أرضنا المقدسة بشفاعة أمنا الحنون. وقد تخلل الاحتفال الإعلان عن تعيين وانطلاق الهيئة العامة للأخويات في الأردن ولأول مرة. في بداية سفر التكوين حواء اللي تلتقي مع الشيطان الحي، بداية الإنجيل مريم تلتقي مع الملاك، هون في حوار بين حواء والشيطان، وفي حوار ما بين مريم والملاك جبرائيل. مريم حواء تسمع للشيطان، اسمع له. لما الشيطان بيسألها بقول صحيح ممنوع تأكله من كل الشجر؟ لا لا، بس من هاي الشجرة ممنوع نأكل. ليش ممنوع تأكله؟ قالنا ربنا إذا أكلت منها موتا تموتا. الشيطان قالها ترديش عليه، مش صحيح، لن تموتوا، ستصبحون آلهة. دخل الكلام الشيطان في عقل حواء وصدقت الشيطان، شكت بربنا باللي بيحكيه ربنا، لم تؤمن بكلام الله. يجي على مريم العذراء الملاك بيجي وبيقولها ستصبحين أم للمسيح وابن الله يدعى وإلى آخره، كلام صعب. ولكن مع أنه كلام صعب، هل شكت مريم العذراء بكلام الله؟ آمنت. حواء لم تؤمن بكلام الله، بينما مريم آمنت. حواء قبلت كلام الشيطان فنتج عنها الخطيئة، مريم قبلت كلام الملاك كلام الله نتج عنها إيش؟ الخلاص.